حبيب يو يو وينك؟ نازل شرب عرق ومسائل. ظاهرة شوية عقل اللي عندك طارو، بكفي لبق تشرب. طمن أنا ما فيني شي، طمن. واضح كثير. تعرف شغلة حبيب؟ لولاك كنت أكلت هو وطرت، أنا من غيرك ما بسوى شي. أنت ما في منك اثنين، أنت ما في منك بكل هالعالم. خلي ميار يجي ويشوف الناس الطيبة، هدول الأكابر، الأكابر. مو مثله؟ لا الظاهر سكر ومشي حاله، بس ما يعملنا شي فضيحة هلا. دينا شو مفكرة حالها يا؟ خلصنا؟ أوه نحن مو حكينا بهالموضوع؟ واتفقنا انه ما بقى نجيب سيرتها؟ بس بدي اعرف على شو شايفة حالها؟ ليش؟ يعني ما حدا غيرها عم يدرس جامعة؟ طبعا في غيرها، بس ليش لحتى تتطلع بواحد جاهل وامي مثل حكايتك؟ عرفت شو السبب؟ بالله شو؟ بالله شو؟ اسمع انا ما درست جامعة بعترف، بس الحمد لله انا عايش عيشة الملوك. شو هذا يا؟ ما عندك سيرة غير سيرة دينا؟ والله طوشت راسي بهالسيرة. رح ضل وراها لحتى تلين وتتعلق فيني، ما لها غير هالحل، بدها تحبني، ما عندها خيار تاني. لو عم بحكي مع حيط كان فهم علي. اسمع، أنا قلبي دليلي، قال لي حتحبي، ودايماً يحكي لي، وبصدق قلبي، أنا قلبي، قلبي. عود بقى فضحنا بين الناس، صرنا مسخرة، الحق علي اللي جبتك معي. أنت اللي واقف هنيك، أعطينا الحساب بالله. دقيق وبيكون الحساب عندك. طلع على حالتك. شو عليك يعدمني اياك؟ ضبط حالك شوي، ضبط الجرافة منيح، بدنا نمشي. خلينا قاعدين هون مروقين. عليا مزوقة. عليا زوقة. انت رايحة على البيت؟ عندك استراحة احسن. انا عم فكر لو انه جن شوي. ما قالي مزاج جن هلا. ليش اصلا ايه ما تقدر تجن؟ طيب تروحي لعندي نتفرج على فيلم. لا تقل انا بنام على الكنباية. طيب عم تحكي جد؟ شو قصدك؟ ليش ما جبت سوسن معك؟ كانت حابة تيجي بس ما قدرت لانه عندها مادة ما بتأجل. مو مشكلة تحضر غير عرض، نحن قدامنا كتير عروض. لا تخافي عليها بتدبر حالها. اها رسالة من سوسن. عليا نعم جاي عبالي روح اسحر. كتير منيح رح تروح تسري انت ومروان. روحي وانبسطي. صحي معك مفتاح البيت؟ ليش ما اجي اليوم على البيت؟ ماشي يلا روحي. وانت لا تقلقي علي. انت متاكده شو انا صغيره؟ يلا روحي وانبسطي. صحي علي. وانت من اهله ما شاء الله. شوفوا شو لابين لبعضهم. هدول مثلنا ما هيك حبيبتي؟ المعلم ناجي عزمنا على العشاء. شو رايك نهرب؟ نهرب. ليش حبيبي تعال لأخذك على غرفتك. بس أنا حابب نام هون. ما بصير تقبرني. قوم. خلص أنا باخذه. صار لازم قوم روح على البيت. عادي شوي أنا بوصلك بس لحتى نايم ليش؟ ما في داعي تعذب حالك باخذ تاكسي. ما بصير قلت أنا رح أوصلك. يلا حبيبي على تختك. هيرا ما راح تتنام. يلا تركني. يلا بابا يلا نياله على هالنوم الحلوة. ليلى بنتي تفضلي. معلش تحكي شوي نحن التنتين هيك لحالنا. تفضلي. ابني حكالي مشان موضوع الزواج. عن جد؟ سألني عن رأيي. قال لي امي انا حابب اتجوز ليلى، انت شو رأيك؟ ايه قلت له ليش عم تسألني؟ اذا كنت حابب ما فيني امنعك. هو بصراحة يعني لو قبل هلأ طلب رأيي ما كان صار اللي صار، بس شغلي راحت وانتهت، والله يقدم اللي فيه الخير للكل. ان شاء الله خير ان شاء الله. بس يا بنتي انتي رح تكون مهمتك معهم صعبة كتير، بدك تصيري ام لطفلين ما عندهم ام، يعني شغلة مو سهلة. متفهم الوضع. انا رح ساعدك ايد بايد ورح كون معك للاخير. طبعا انتي وميار. تسلميلي انا متأكدة من هالشي. أنا عشت كتير وشفت كتير، جربت الحلو والمر، كل شي مر على راسي. وإذا بتسمعي مني وبتساوي بنصيحتي رح تستفيدي كتير. بكل تأكيد خالجي بسمع كلمتك. بالأيام الجاية إن شاء الله يمكن نتقاسم الحلوة والمرة، ولازم نكون متفقين مثل البنت وأمها. أنا بدي علاقتنا تقوى يوم ورا يوم وما نختلف أبداً.
ايه طبعا. لا تبي له سير لميار انه حكينا هيك، خلي الحكي اللي صار بيناتنا يضل بيناتنا. طمني لا تقلقي. نيمت الصبي لك ابني؟ شو كنتوا عم تحكوا؟ انت شو دخلك؟ كنت عم بحكي كلمتين مع كنة المستقبل، كنت عم بقول لها امتى بدنا نروح ونتعرف على امك، ويمكن اجى الوقت لنتعرف على بعضنا مو هيك؟ اسألي ليلى امي، هي بتعرف اكتر. يلا قومي. امشي لك امشي، عدمني اياك حمار وغبي وحيط كمان، كاني قلت لك انه ما بدنا حيوانه. قلت لك كمان ما بدنا نتبهدل بين العالم، قلت ولا ما قلت؟ يمين يمين عظيم قلت. العمى بعيونك سكران وكذاب كمان. استنى استنى، تعال خلينا نروح على تحت هذيك الشجره اللي امشي ولا تجنني، والله بقتلك قتله بخليك تحرم تشرب بعمرك. فيك يا جاف ليه البيدر طالعه، عيونك يا حلوه الشمس الساطعه، ليش عم تفتش؟ قلتك يا حلوة ليش مفريعة؟ قلت لي عن صوتي حلو. هون حطيتي الخاتم؟ طالع حلو؟ خاتم أمك كان خير عليه، يسلموا لأنك عطيتني. ما بدك تغيري محله؟ لا. أنت بدك تلبسي بيدك؟ ما عاد فيني، مليت. ليش شو؟ مليت من الانتظار. عن جد؟ بالنسبة لي أنا مبسوط كثير وأنا عم بنتظرك، لأني عم بستناك، عم بستنى أحلى وأهم شيء صار معي بحياتي. بيقولوا إنه الإنسان مرة واحدة بيلاقي نص التاني، وأنا مستعد استنى طول عمري وما مل أبدا قد ما طول الوقت حتى لآخر نفس بحياتي. لو كنت ما التقيت فيك بعتقد إنه حياتي كانت رح تكون مملة، وأنا رح أكون ضعيفة كتير وما رح أقدر وقف بوش ميار وغيره. التقيتي فيه وليتني معي. تفضلي، هذا هو بيتي ومملكتي الصغيرة. على فكرة بيتك حلو كتير، بس مكركب شوي. الكركب؟ أنا كركبة؟ إيه لسه ما شفت الكركبة حقيقتك. أهلا وسهلا بحبيبتي. أهلا فيك. لا بقى تروحي، هيجي وقتها تضل هون. برأيك لسه ما أجا وقتها؟ ما صار وقتها. طيب شاي قهوة كولا ليرة عيران؟ شاي شاي، عندي شاي ظروفي معناها بلاها. طيب قهوة؟ ما بدي اشرب شي. اه ما بدك ضيفك شي؟ ضيفني؟ شو ما تبرني ضيفة؟ ايه ما بدك تفرجيني عبيتك؟ اوه بدك يوم كامل لتخلصيه. هنيك غرفة النوم والصالون هنيك والمطبخ والحمام هون. خلينا نبلش بالحمام، بدي اشوف قديش هون نظيف. عود مكانك، وين قايم؟ لك شو هالبلوة اللي جبتها لحالي؟ بترجاك خليك هون، لا تروح وتتركني. ليش؟ خايف تاكلك القطة؟ شان الله لا تتركني، خليك خليك خليك. من زمان كانوا رجال يعسكروا قدام الخمارات وياخذوا على هالشي مصاري، طبعا نحن ما لحقنا هداك الوقت، بس هلا عرفت شو كانت شغلتهم. يلا نام بقى انا ماشي. رجاك خليك خليك خليك، شاء الله خليك. هل عني بقى مثل الولد الصغير، يمين عظيم بعمري ما عاد اخذك على خماره. حبيب هيدينا شوفك لحالة، ليش ما عم تعطيني وش؟ لانها بنت عاقله وراكزه. كيف بدها تعطيك وش غبي؟ وين بدها تلاقي واحد احسن مني؟ ولا طلع فيني. رح اقوم ساوي لك فنجان قهوه، بتشرب؟ ما بدي اشرب. طيب ماشي رح اعمل لك فنجان. قلت لك ما بدي اشرب قهوه. يا عمري انك ما تشرب. اللي ليش ما عم تعطيني وش؟ ليش مو عاجبك؟ ما قلتي لي شو حكيتي انت وست جيهان؟ شو قالت لك؟ ولا شي، حكي عادي. ما بظن الموضوع هيك حكي، يعني ما في شي مهم. لا اكيد في. شو قالت لك؟
ولا شيء. قالت اني رح صير ام لولدين ما لون ام، والشغله ما لها سهله. لا شو كمان؟ امك قالت لي كمان البيت كبير وبيزعلك. ايه حكيها مظبوط، فعلا البيت كبير. ميار، انت قبل ما تجي وتطلب ايدي اخذت اذن من امك؟ انا ما باخذ اذن من امي، انا شاورتها وبس. معناها انت لسه ما كنت واثق بقرارك، ما هيك؟ يعني شو فيها اذا انا شاورت امي؟ عادي ما فيها شيء. اذا كان هيك لكن ليش عم تلمحي وتسمعي حكي؟ هي امي ليلى وشي اكيد شاورها. انا ما لمحت لك ولا سمعتك شيء، بس حبيت اعرف مو اكثر. منيح ويعرفتي. طيب نحن رح نعيش سوا بعد ما نتجوز؟ ايه لفترة قصيرة. طيب ليش ما قلت لي هالحكي من قبل؟ يعني شو بدي اقلك؟ الوضع مبين، انا مو رجال عزابي وعندي ولدين صغار، بهي الحالة نحن رح نحتاج لامي. بس يا ميار. اذا كان الوضع مانو مناسبك بعطيكي فرصة لحتى تعيدي النظر بكل الموضوع. لا روحي، القصة ما لها هيك. انت ليش عم تكبر الموضوع كتير؟ ماني عم اكبر شيء، انت اللي عم تسألي وانا عم اجاوبك. انا اتضايقت بس لانك ما قلت لي. انت بتعرف مو معترضة، موافقة على كل شيء بتقوله. معقول احكي لك على كل شيء؟ كل شيء واضح وانت بالصورة. خلص روحي، انا بعتذر. انا قبلان بكل شيء ميار، المهم اني اكون معك. انت متأكدة؟ طبعا متأكدة، انا كتير بحبك، ما بتتصور لأي درجة انا بحبك. منيح، هذا الحكي فرحني كتير. ليش؟ انت كنت شاكك؟ شراب قهوة مشان تصحصح. انا قهوة ما بشرب. ويسكي ويسكي ويسكي، في عندنا ويسكي؟ لك وين بسكوت ولا قبل ما ابتلي فيك لعمة. هلا برأيك بصير هيك شيء؟ مو كان المفروض يجي الاستاذ ميار ويخطب اختي مني؟ ايوه، لبين ما رح سويت قهوة بدل القناة كلها. لا تنسى اني انا اخوها، ليش هذاك المحامي يكون معه خبر وانا ما معي خبر؟ ليش؟ دق المي وهي مي، ظاهر انه انت مخك سميك ما في منك فايدة بالمرة. يا حوين التعبي طمني، ان شاء الله صحصحت ومو متيسر انا؟ ليش؟ خليك قاعد عم نتسلى انا وياه كتير. الصبغة المفضلة عند ليلى. قوم انزل شوي. بلاها تأخر الوقت واخوك اسعد بالبيت. شو المشكله يعني؟ بعدين اسعد بيكون ما رجع. عندي شغل كتير ولازم فيه بكير، دوبي نام كم ساعه. طيب نقعد مع بعض شوي وبعدين بتروح. شان خاطري نزل بس شوي. طيب ماشي، اسبقيني لحتى صف السياره ولحقك. ماشي. ايه فهمنا، ميار عز الطلب، رجال زنجيل ومليان، بس مو كان لازم يساوي لي ايميل؟ قد ما كان انا اخوها لليلى. هلا انا غلطان شي؟ اذا كنت غلطان قلي. لا مو غلطان. ايه ها؟ معقولة تغلط؟ يا كازانوفا عصرك، انت ما بتغلط منوب. مجد؟ ليلى؟ شبك اجيت لاشرب فنجان قهوة، بس انت ما كنتي بالبيت، لم تعات مع اخوك المحترم. انا خلصت، انخرب بيتي. شو انخرب بيتك من فنجان قهوة؟ ما بعرفك بخيلة هيك.
الله لا يوفقك. خلاص سبل خرب بيتي. شو وصيك ليلى؟ كل هالقد مالك طايقة تشوفي خلتي هون؟ انتزع كل شي حملته ما يرجع لهون. رح ساوي لك قهوة، وإذا بدك تساوي لميار، شو بتحبي نوع القهوة؟ إسبانية ولا تركية ولا إسبريسو؟ أنا بخدمتك وتحت أمري. مجد والله حرام عليك تعمل فيه. أنا شو سويت لك حتى تخرب بيتي؟ ليك أنا هو لك الله لا يوفقك، نزعت لي كل شيء. نعم امي، شوفي شو صار كمان. ميار البنت رجعت مرضت، حطي لها الوقت اللي رحت وهي عم تستفرغ. شو بدي ساوي هلا؟ شو رايك اخذها على الدكتور؟ امي ما في داعي للدكتور، بتعرفي راما بس تاخذ برد بتستفرغ وبترتفع حرارتها. انت ادرى ابني، قلت بخبرك، الواحد ما بيعرف شو بصير معه. وبلكي متسممه. شو بدي؟ لا ما فيها شيء. طيب ماشي هلا جاي. خير شو صاير؟ راما عم تستفرغ. خدوها عند الدكتور. لا ما في داعي للدكتور، هي حالة نفسية. يلا أنا لازم أمشي، ما رح أقدر أفوت هلا. إيه حبيبي أنت لازم تروح، أمك ما رح تعرف تتصرف لحالها. يلا لا تتأخر عليهم. بحكي معك، يلا تصبحي على خير. وأنت بخير. شو على مهلك. ماشي. كم مرة حبيت بحياتك؟ إذا بدي عده من وقت اللي كنت صغير ما راح أتذكر. بس بالمدرسة كان في كم بنت اتسلى أنا وياهن. أتاري منك قليل. كل اللي عرفتهم قبلك مو مهمين، أنت الوحيدة اللي بتهميني. لليوم ورايح إذا بتطلع على غيري الله يعينك. شو راح تساوي؟ شيل عيونك من محلها. عيوني فداك يا حبيبتي. فهمني أنا شو عملت لك؟ شو عملت لك لحتى تعذبني بهالطريقة؟ شو هالحكي اللي بلا طعمة؟ ليش أنا شو عملت لك؟ شايفتيني حامل عليك عصاية؟ خلاص ما بقى فيني اتحمل. شو هالحكي هاد؟ الحق علي لأني ما تركت أخوكي بالشوارع وهو سكران طيخة. هاي بدل ما تتشكريني لأني ضبيت لك أخوكي ووصلت لك إياه، جاية تحكي وتلعي وكله على الفاضي. بكفي بقى، ما عاد فيني اتحمل، حل عني. شو؟ طلع من حياتي، ما عاد بدي أشوفك. أنا مسامحتك بكل قرش أخذته. مو من حقي يتزوج يصير عندي عيلة؟ ليكي ليلى، أنا جنان عندي ببلش يطلع من روس أصابيع رجلي، وبيطلع شوي شوي وبيزيد، وهلا وصل لعند هون. الشركة أنا مسامحتك فيها، المشاريع والمعاملات كلها لألك، حتى العروض الجديدة. أنا ما عاد بدي منك أي شيء، وراح أأمن لك شغل كمان. شو بدك لسه أكثر من هيك؟ وقد ما بدك مصاري راح أعطيك، بس حل عني بقى، خليني أعيش حياتي. لسه جناني عم يطلع ووصل لحد هون، ولا مصيبة إذا وصل لراسي، لأني وقتها ما بعرف شو ممكن أتصرف. بوس إيدك اتركني بقى، خليني أعيش حياتي، سأل الله اتركني، ما عاد فيني أتحملك. مين اللي مانعك تعيشي حياتك؟ عيشي. طيب ماشي، انت شو بدك؟ قديش بدك مصاري؟ اللي قديش بدك لأخلص بقى وارتاح. يلا بقى قلني شو بدك مصاري لحتى تطلع من حياتي. انت عارفاني شو عم تحكي وليه؟ لا تكوني مفكرة انه ناقصني مصاري. طب ليش لكن؟ كل اللي عملته مو مشان المصاري. انت رح تعملي كل اللي بقلك عليه ورجلك فوق راسك، لانه انت وكل عيلتك ما بتسوى قشرة بصلة، فهمتي وليه؟ راح احكي له كل شيء لميار، وراح احكي له على حقارتك وعلى كل شيء عم تعمله معي. يلا روحي احكي له كل اللي بدك اياه، لانه انا مو فارقه معي. احكي له عن حقارتي لنشوف مين اللي بده يخسر. لا تكوني فاكره حالك احسن مني. قولي له انك سرقتي المراقصه واعطيتيني اياها، لنشوف وقت العاشق الولهان شو بده يعمل فيكي. اكيد راح يتشكري وياخذك دغري على المأذون. راح اقول له وما راح اخبي عنه شيء. ميار كتير بيحبني، وأكيد رح يفهمني ويسامحني على اللي عملته. أكيد رح يسامحك ورح يعطيكي مكافأة لأنه كتير بيحبك. شوفي ليلى، رح أنسى اللي قلتيه،
ونقعد نحكي على رواق. لك اتركني مالي طايقة اشوف وشك. لك شو سويت لك يا حلوة لحتى مالك طايقة تشوفي وشي؟ إذا ما تركتني هقول لميار على كل شي عم تعمله، وقتها أنت كمان رح تخسر مثلي. قولي له ما بيهمني. قولي له إنك فتحتي شركة من أفا ظهره مع دول لدود مجد. قولي له إنك حبيتيه عشان هيك لعبتي عليه وخدعتيه. روحي قولي له كل شي. شو ما بتخلوا حدا ينام؟ تأخرتي كتير ست ليلى، لأنه اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب، والندم ما عاد ينفع بعد فوات الأوان. لو حكيتي له من الأول قبل ما تخبصي كل هالتخبيص كان أشوى المرة السادقة، وكان سامحك وما سأل عن المصاري اللي خسرها. بس هلأ وبعد كل هذا الوقت ما عاد يمشي الحال منوب، فهمتي؟ حب وكذب ما بيجتمعوا مع بعضهم، مستحيل إنه يسامحك عن جد. لا تتأملي انه رح يسامحك، وهي اذا ما حبسك شو بتكوني استفدتي؟ ومصاري بعد في ما عاد في مصاري، باخرسي وعدي احسن لك. انا لو محل السيد ميار المحترم ببهدلك وبحطك بالسجن وزيادة عليك. طيب انت ما قلتي لي كم مرة حبيتي؟ ما حبيت غير مرة واحدة، بس هذا الموضوع صار له سنين طويلة، يعني قبل ما اعرفك بكثير. مرة؟ ما كان عندك اصدقاء؟ لا، لانه رفقاتي بايام المدرسة ما بعدهم رفقات. علاقتك بهداك الشاب قديش ضلت؟ 4 سنين. شو؟ صحيح استمرت 4 سنين بس ما شفته غير كم مرة. ما شفتي غير كم مرة؟ وين كنت تشوفي؟ يعني نمشي بالشوارع، نقعد بالكافتريات، ايه هيك وهيك. معقولة بس هيك؟ مو أكتر. ليش افترقتوا؟ عشان اتعرف عليك وحبك. تسلميلي. انتي ندمانة لانك حبيتيني؟ كنت خايف تكوني ندمانة. لا. طيب ناوي تضلي معي طول عمرك؟ وبركي غيرتي رأيك. لا ما رح غير رأيي. متأكدة؟ انا كتير بحبك. طيب ما بدك تنام؟ طبعا. طيب ممكن اتصل؟ طبعا. عريش عيوني انا بموت فيك. جبت صحن لإلي. فتحت امي. طعمته طيبة. إذا ما شبعتي قولي لي، نجيب وجبة تانية. لا لا اشبعت. أريج؟ بس نتزوج رح تطبخي لي؟ بس رح نتزوج؟ ليش مفكرتيني عم بتسلى؟ أكيد رح نتزوج، لأني حابب أستقر. رح احكي مع امي بالموضوع. انت متاكد؟ متاكد. خلينا نستنى شوي. شو بدنا نستنى؟ مروان انت بتعرف وضعي،
خلينا ننطر شوي احسن. ماشي خلاص مثل ما بدك. طب نحن لوين رايحين؟ مو قلتوا لي بدنا نروح على الجنينة؟ على أي جنينة نحن رايحين؟ الجنينة اللي هون. ما بحب روح على هذيك الجنينة، ألعابها مو حلوين. المرجوحة اللي هنيك عالية كتير، بخاف لما أقعد فيها وأتأرجح. بعدين معكم شو بدكم هلا؟ خلينا نروح على الجنينة شفنا فيها شهد. لا، هذيك الجنينة بعيدة. طب ما نروح لهونيك بالسيارة. ليش شوف رح يطلع ضغطي. رضا مسك إيد البنت. لا توقف هيك بعيد. ماشي مدام جهاد. انا جوعانة كتير. لا ما بنتي مو هلا امنع عن الطاولة. وانا كمان جوعان. ابعت رضا مشان يجيب لكم بسكوت. انا بدي اشرب عصير بردقان. في محل بالجهة الثانية بنشتري لهم من هنيك. طيب نمشي لهنيك. ما بتقعدوا بتفطروا منيح وبعدين بتجوعوا دغري. ما شاء الله الاولاد صاروا كبار. قليل تعبنا وسهرنا عليهم. راما كانت تعبانة؟ لا لا الحمد لله صارت منيحة. ماما Şimdi ellerim bomboş, sözlerim sarhoş, gönlüm olmuş bir parça. Çoktan terk edip gitmiş, işte bu sevda, gözde olsa ne fayda. Oysa bir umuttu hep, gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer, her yan sardı, ben de gittim can kaldı. Oysa bir umuttu hep, gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer, her yanı sardı, bende bir can kaldı. Coşkun ırmaklardan, tozlu yağmurlardan, taşlı yollardan geçtim. Yalan olmuş serden, nar kokulu yardan, her şeyinden vazgeçtim. Oysa bir umuttu hep. Rıku beni de koy. Ne yapacağız? Surat kimi? Surat mama. Hey bu amma trok beni iyiden. Surat mama. İsmail. Trok. Ben de sarayım sana isteyin surat emmi. Hey bu amkan. Hey vahda bisitma. Trok المسلم. Surat mama. Şubak itibar. İsmail ya. La kesne hey bu amkan. Emmi emmi. قلت لك وحدة تسبع. هاي إنا نحنا. اترك. رضا خدهم فنرو. امشوا. هاي امي. يلا. صورت امي. لك اعطيني هالمجلة مو انا يلي اشتريتها. انا بدي اشوفها بالاول. خلاص بتقول تركيها شوي. بس بدي اشوفها. بعطيك اياها. ما حزرت. هلأ بدي اياها. ما فيكي تستني شوي. نوح خلاص لا تتخانق ونتفرج مع بعض. العمى عم نتخانق امثال مجلة. والله ما رح اكلها شبك. يعني ما تشتري لحالك نسخة. هاتا لهو لا في تشوفها. يا الله شو لقيمة شبك. ايه انا لقيمة. اللي عم يصير ليش كل هذا الخناق؟ في صورة لمصممة ازياء بتكون رفيقته للدكتور سمير. خليني هات لشوف. يلا هاتا. ولي على قلبي شو حلوة هالمرة. اسفة. تشرب قهوة؟ نشرب قهوة ليش لا. يلا عمليها المنيحة ما بدها سؤال. بس استعجلي. عن جد هالست حلوة مثل عروض الأزياء وأحلى كمان. بس تخلصوا منها رجعوا لي إياها مشان الله. مبين من عيونها إنها ذكية. لك دغري أخذتها. هاتها لهون. لك خلص روي شوي. طيب عادي خلينا نشوفها سوا. بكفي. والله زننتوني. وين شافوا صورة امه؟ هلا بتسودوش وبعدين بتفوتوا بتناموا. هلا من الصبح؟ ايه من الصبح. انا ما بدي اتحمم ما بدي نام كمان. ليك راما تركي من ايدك. هاتي بكفي. بدي صورة ماما. على اي صورة عم تحكي؟ قولي لي شو صاير. ما في شي. خديهم من قدام عيوني. يلا حبيباتي خلونا نطلع لفوق مشان تغسلوا ايديكم وترتاحوا شوي. ليش عم تطلع بشتك هيك لك ابني؟ شو انا عدوتكم؟ لانك تشابه هذيك صورة امي.
ربي شو الحل هلا؟ شو بدي ساوي؟ مالي عرفانة. هاي هي أوراق المناقصة الجديدة، خد شوفها. أنا؟ إيه أنت. ليش مو أنت المحامي تبعي؟ طلع عليها وعطيني رأيك وشوف إذا فيها شيء مخالف للقوانين. شو قلت؟ يعني بدك يعني اشتغل بالتجارة؟ إيه أنت قلت إنك بتحب التجارة، وأنا حابب إنك تكون مستشار شركتنا. أنت فاجأتني. هي أمي ميار، شفت المجلة؟ هي مجلة. هلا كابني الأولاد شافوا صورة أمهم بالمجلة. أمي أنت عن شو عم تحكي؟ شفتي كانت عم تكذب علينا، قالت لنا إنه هي مو ماما. شو يعني أنتوا شفتوا أمكم ماشية بالشارع؟ لا مو هيك، نحن شفنا صورتها. صورتها كثير حلوة، كانت على كل المجلات يلي بهداك المحل. المحل مليون مجلات على صورة ماما. والله ما عم أفهم شي عليكم. خالت حسيبي حاطين صور ماما على المجلات، يعني مصورين ماما ولازقين صورتها. نحن عرفنا، بس التيتا قالت إنه الصور لوحدة تانية. هلأ فهمت عليكم. كانوا شي 100 مجلة مو هيك راما؟ لا كانوا أكثر من هيك، بس تيتا ما خلتنا نشتري وحدة. شان الله روحي اشترينا، الله يخليكي. شان الله لا، ما فيني اشوف دموعي بنتي. انا ما بعرف اجيب هيك شغلات. خلاص لا تزعلوا حبيبات. شو اعمل يعني؟ لف على المحلات واشتري كل العدد؟ لا تعيط ابني، عم خبرك مشان تنتبه. طيب ماشي، شو قلتي للولاد؟ قلت لهم مو امكم، شو بدي اقول غير هيك؟ وهنين صدقوكي؟ ما بعرف ابني. ليس قال لي انت كذابة. امي لا تزعلي، ليس ولد صغير ما بيقصد كلامه. ما بعرف الا كيف بدنا نسيهم ياها، وين ما رحنا وين ما اجينا بتطلع بوشنا. مو مشكلة امي، مو مشكلة، منلاقي حل. بس انت لا تتضايق خاطرك. طيب ما راح فكر فيها. موفق ابني، المسا بشوفك وبنحكي. ماشي امي. بتحب اعملها كاسة ليمونة تروق دمك؟ ما بدي يسلموا. صور عالية صارت تطلع بالمجلات، شو رأيك خالد؟ ما فينا نستغل هذا الشيء؟ بالعكس تماما، قضيتنا تعقدت وصعب اننا نربحها. ليش؟ لانه المرأة اللي بالصورة قوية كتير، والظاهر انه ما بيهمها حدا، عندها ثقة بحالها وصعب انه نقدر نهزمها. بالاذن انا عندي شغل مهم لازم اخلصه. شو صار؟ انا اسف لاني حكيت هيك، بس بصراحة هالمرة حلوة كتير. معقول في جمال هيك؟ ما بعرف هدول شو عم يفكروا يعملوا. أعضاء اللجنة ما شافوا الأولاد، ليش برأيك؟ والله أنا خايفة يكون صاير شي للأولاد. لا حبيبتي، بس بيكون ميار كذب شي كذبة مثل عادة. هالشي ما بيضر بموقفنا؟ بالعكس تماما، هذا لصالحنا. موقفنا هلأ صار أحسن من الأول بكتير، لا تشغلي بالك. عندي صورة عن تقرير اللجنة، رح تنبسطي لما تسمعي شو مكتوب فيه. في دكتورة من اللجنة متعاطفة معي، قالت الأولاد لساتهم صغار ولازم يعيشوا مع أمهم. ما رح ارتاح. لنشوف شو رأي المحكمة. أنا بعرف شو رأي المحكمة، بس ما بقدر اشرح لك كل شيء. أمورنا هلأ صارت كتير منيحة، بس كمان ما فينا ننسى إنه خصمنا عنيد كتير، ما بنقدر نعرف كل شيء عم يخططه. هاي نتائج التحليل موجودة هون، فيك تعرض على اي دكتور الملف. شو رأيك الخميس بشوفك؟ بمر عليك وباخدك على المحكمة لوقت فرج. نتفق. لازم نكون محضرين حالنا لكل شي ميار،
انه انت تاخد الحضانة صفي احتمال ضعيف. خالد انت لسه ما بتعرفني، لو عرفني منيح ما بتحكي هيك. شو ما كان حكم المحكمة ولادي رح يضلوا معي، هيك كان الوضع وهيك رح يضل. يعني لازم تفهم ولادي رح يضلوا معي. قلت لك الموضوع مو بهالسهولة، المحكمة بتقرر، الشغلة مو بكيفنا نحن. انت ساوي لي عليك بعدين بنلاقي ألف حل للقصة. شو رأيك انت بالموضوع ليلى؟ عليا رح تنطر ولادها كتير. انا اسف خالد بلا ما عطلك اكتر. ماشي موعدنا الخميس لكان. يلا بخاطرك ليلى. الله معك. يمكن اجت الدكتورة الجديدة، يعني هلأ صار وقت الجد. هذا اللي كان ناقص، فوق كل شغلنا حدا يتفلسف علينا. يا اخي ليش مستعجل؟ كيفك انت والدكتور مهران؟ كثير منيح الحمد لله، بس لا ترجع تزعجه. عفوا وين غرفة الدكتور مهران؟ بالطابق الفوقاني، سألي عنه هناك واكيد بدلوكي وين الغرفة. طيب شكرا كثير. يا الله شو حلوة. حلوة وذكية كمان وسريقة. لك عليا طالعة كتير حلوة. شفت الغلاف؟ صب لك قهوة دكتور سمير؟ أنا بصبها. مروان صب لك قهوة؟ إيه صب. وين أخدين الصورة؟ دكتور سمير بدي أطلب طلب. شو؟ معلش تجيب ست عليا على المشفى؟ ليش؟ بدي أخذ توقيعة. أنت ما عندك شغل؟ يلا شوفي شغلك. شو إنها حلوة؟ الله يهني حبيبة فيها. آمين بتول آمين. يعني عن جد ما رح تعطيها الأولاد إذا أنت خسرت الحضانة؟ مظبوط. لأنت هالحكي على طول؟ عندك اعتراض شي؟ ليش عم تحكي معي بهاللهجة نيار؟ وكيف لازم أحكي؟ أنا سألتك سؤال ما غلطت. آسف أنا متوتر ليلى، أنا متوتر، أعصابي تعبانة وما في حل. فيك تفهمي علي؟ افهم علي؟ انت ليش بتزعلي فورا؟ فهميني. لما بتسأليني هذا السؤال بحس انه ما بدك الولاد. اوعى تتهمني بهالشي ميار ابدا، انت وولادك كل شي بحياتي، كيف ما بدي اياهم؟ اسف ليلى. تعالي سامحيني. ما عم يرد عليكي؟ بجوز معنه عم يسمع. لا تعجبي حالك امي، هذا اكيد شالنا من راسه. ما بيصير تحكي هيك بنتي. الو الو جمال ابني كيفك؟ ليش ما كنت عم ترد على تليفونك؟ تيتي ما سمعته، كان في ضجة عندي. امي حبيبي تعشيت؟ ايه تيتي اكلت، وهلا رايح ادرس مع رفقاتي وراح اتاخر اليوم. ايه برافو عليك حبيبي، اتصل وطمنا ولا تخلينا نقلع عليك يا ابني. شوف كم مرة دقيت لك على تليفونك وبعثت لك كم رسالة يا ولاد. رح يخلص شحن موبايلي. كمال اسمع شو بدي اقلك، حكيها لامك هلا رح يطق قلبها المسكينة لك ابني، مع ما تعرف تنام الليل. اللي طيب مو حرام عليك. هلا بيفصل الموبايل، يلا باي. الو الو كمال. كنتي لازم تشتري له موبايل جديد. موبايله جديد ماما، بس هو ما بده يحكي معي. حبيبتي ما تزعني منه. شراب الشاي فؤاد هلا بيبرد، وانتي كمان ماما ليك كاستك. مو جاي على بالي يا بنتي، بدي فوت نام احسن ما يطير النوم من عيني. لسه بكير عن نومي. معلش كلكم ذوق انتو، عدوا سهروا لحالكم، تصبحوا على خير. وانتي من اهله ماما. وانتي بخير يسرا حبيبتي. اصبري شوي فؤاد، انا اليوم اتصلت بالدكتورة. ليش؟ لسه ما عملتي التحاليل؟ فهمت، اخدتي موعد. بكرة بدي روح.
طيب فكرتي منيح؟ فكرت منيح. ما عم اقدر فؤاد، ما عم اقدر، ما رح اقدر كمل بهالحمل. حاسه حالي كتير تعبانه، انا حاسه بتأنيب الضمير من ناحيتك. مو المهم انا، المهم انت حبيبتي، انت اهم شي عندي بهالدنيا، ولما تكوني مرتاحه انا بكون مرتاح. بس انت كان بدك يجيك ولد. انا ما بيهمني غيرك، انا ما بدي غير انك تكوني مرتاحه معي. لا تزعلي، انا مو زعلان، بحبك. سامحني فؤاد. على شو بدي سامحك؟ اسمعي، شو رايك نبطل نحكي بهالموضوع؟ تمام، اي ساعه الموعد؟ قالت الدكتورة تعالوا على 3:30. ماشي، لا تاكلي هم حبيبتي، بكرة منروح على العيادة سوا. جينا اليوم ونحن مع تيتا شفنا صورة أمي على المجلة. صورة؟ صورة كانت صورة كبيرة وحلوة كتير، بس تيتا ما خلتنا لا نشوفها ولا نشتريها. دينا بصان الله اشتري لنا وحدة. ادينا بصان الله جيبي لنا وحدة اليوم. ما زلك شو ما عم بفهم عليكم. يلا حبيباتي يلا بسرعة عالنوم، وبكرة ان شاء الله بتحكوا لدينا شو صار معكم. يلا كل واحد على تخته حبيباتي، ان شاء الله نوم الهنا يا عمري. ايه يلا. شو هالمجلة اللي عم يحكوا عنها؟ بعدين بعدين، بكرة حتجيبي لنا مجلة شفناها مو هيك؟ خلاص صار وقت النوم هلا. يلا يا اولاد بنحكي بعدين. ايه ايه بعدين تحكوا مع دينا. كانت الماما كتير حلوة بالصورة، كانت صورتها بتجنن كتير. ايه وين شافوا المجلة؟ يمكن شافوها وهن رايحين عجلاني عند بياع المجلات. يا حبيباتي، ولما شافوا صورة أمهم جننوا ستهم بالطريق. ماما شو رح نعمل؟ أكيد ولا شي، شو بيطلع بإيدنا؟ طلبوا مني جيب لهم المجلة، رح روح اشتريها. بلاها يا بنتي، إذا بتشتري ست جنان ما رح تخلينا هون ولا ثانية. والله حرام اللي عم بيصير معهم يا أمي، حرام. الله يصبرها للست علي على مشاكلها. يا ترى وين بتكون؟ ما حدا بيعرف. هدي وينه؟ شو ناموا الأولاد؟ ناموا، إيه ناموا، أنا جاية. جيبي لنا فواكه. يلا جاية. دينا بنتي اوعى تغلطي، والله الاستاذ ميار بيبهدلنا، بنصفي بشارع انا وياكي، ما بدنا نتدخل بمشاكل نحن مو قدها، فهماني؟ بس لو فيني اعمل شيء. جاي. كيف صحتك؟ منيحة كثير. وانت؟ بعد ما شفتك صرت احسن. اذا بصير لنا شيء انا ما بقدر اعيش عليها. خالي اطمن ما رح يصير.